كنت في كاريزما اسلم بس يا رح رح كنت في كاريزما مر اول شهر عدى اول شهر يا عيال انا يجيني بلا اذا انتهى البث ممكن شهر كامل اذا انتهى البث يجيني بلا لسه كم كان عندك لين الساعه 2 في البدايه ثم بعد الشهر الاول شهر نص صار لين 3 هذا المهم كان يجيني بلا الحين ابو ناصر المهم كان يجيني بلا تجيني تكتن عند الله خبرها لاني ما تعودت صراحه ان يكون في مكان واحد دايم احب المهم ويمر 30 ليل يمر 30 ليل ينتهي البث بروح ارقد لا ما عاش سبحان الله هم الحين وهي الظاهر ان عند الشعر كلهم تحس ان في قصيده بتجيك ذا الليل هنا يجيك شيء والعظمه لله في تكه تحس انه في قصيدتين بتقولها لكن ما ادري متى على الله بيجيك البيت الاول وتهلها لان هي مثل الخرز من المسبح لا جاك البيت الاول جاك المطلع انتهت وما لذ من المطلع الا القفله لا قفلتها المهم والله واكتبها ايش يقول؟ ابى اقولها لك وكتبتها ولا هليتها الا في فقره سعد القحطاني كانت اسمها مجلس نشامه كان ضيوف هذاك الليل عبد الله الرزقي كان جاينا هنا استاهل استاهل هنا وكان معه حسين ال البيد يوم خلصت منها قال حسين ال البيد ارسلها لي ومن ربع عيسى وارسلها له بالواتساب يوم ارسلتها له ياخذ له 3 ايام ويرسل لي الرابط قد هو شالها حسين ال البيد ما شاء الله ودشناها في الدروازه في لا 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 مجلس الشامل الاسبوع اللي بعده القصيده اقول فيها يمه لي ضاق صدري لا تخليني انا بدونس على الدنيا ولا حاجه الهم من كثره التفكير مشقيني والرجل من ضيقه الانفاس دواجه يطير طالب كافي ما حصل فيني لا تجرح القلب جرح يصعب علاجه مرت 30 ليلة يا مبكيني نار المفارق بوسط الصدر وهاجه يمة إجلال الصلاة اللي ينسيني عطره ليافاح شر الوقت وحراجه يا بنت سلمان دام الشوق حاديني زولس وصوتس قسم بالله محتاجه متى على الله تجي عينس على عيني انا بدون اسم ليك فاقد انتاجه يلا يلا حلسك اخر شوط ليش انا بدون غنيين مريرين اما متى على الله تجي عينس على عيني انا بدون اسم ليك فاقد انتاجه مليك فاقد انتاجه مليض مليك فاقد انتاجه